منعطف تاريخي يمر به العراق الجديد بعد تراكمات قهر وظلم وفساد، فجرت انتفاضة تعد أوضح صورة للصراع بين الشعب المقهور والسلطة الفاسدة. انتفاضة تشرين جاءت بظروف إقليمية ودولية مضطربة، فهي في ظل النزاع الأمريكي الإيراني وفي مرحلة تحول في الربيع العربي ووصوله دولا عربية جديدة. ما لا يشك به العراقيون أن أساس الوباء الذي يضرب بلدهم هو المحتل الأمريكي، وبصورة أكبر هذه المرة المحتل الإيراني، وهو ما عبر عنه المنتفضون بكل وضوح عندما هتفوا بخروج إيران من العراق محملينها مأساته الكبرى. ورغم نضوج الرؤية العربية بخطر المشروع الإيراني وتصادمه مع دول الخليج خصوصاً، فإن انتفاضة تشرين بالعيون العربية الحكومية ما زالت أقل مما يبدو. تعاط إعلامي مخجل وصمت حكومي على جرائم الميليشيات واستمرار في السير على نهج التطبيع مع حكومة بغداد، وإلى جانب أن انتفاضة تشرين فرصة مهمة للخلاص العراقي، فإنها تعد أثمن فرصة لتحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة عموماً، لكن التعامل العربي الرسمي على ما يبدو ظل مثل ما كان عليه منذ الغزو الأمريكي. وأصرت القيادات العربية على ترك العراق يتيماً في مواجهة التوحش الإيراني لتضيع مرة أخرى فرصة استعادة العراقي لوجهه العربي الأصيل. يفسر هذا الجمود العربي رغبة الدول الكبرى المهيمنة على القرار العربي في ترك العراق ضعيفاً هشاً مسلوب الإرادة، دون أن يستعيد دوره الريادي الذي يغير موازين اللعبة الدولية في الشرق الأوسط. انتفاضة تشرين هي نسخة متطورة لانتفاضات واحتجاجات سابقة بلغ فيها النضج الفكري الشعبي حد إدراك مفهوم الوطنية، متجاوزاً لعبة الطائفية التي دمرت العراق على أيدي محترفيها من شركاء العملية السياسية. يتأمل العراقيون في يتم انتفاضتهم خلاصاً قد يطول أوانه، فيما لو ضيع العرب العراق مرة أخرى بعد أن مد يده لمن يخلصه من بحار الغرق.